الالتزام بالوقاية شرط للمشاركة في إحياء مراسيم عاشوراء لعام 1442 للهجرة أثناء توجهك للمساجد والحسينيات في منطقتك لأداء الصلاة والدعاء والمشاركة في المجالس التربوية العاشورائية. يجب أن تراعي شروط الوقاية الصحية والالتزام بها، والتي ستكون بإشراف لجنة خاصة مهمتها القيام بتعقيم الأماكن والأجهزة الصوتية والكاميرات واللاقطات وما يتعلق بها. وكما يلي: أولاً، تعقيم الأشخاص قبيل دخولهم المسجد. ثانياً، ارتداء الكفوف والكمامات. ثالثاً، التأكد من عدم وجود أي أعراض صحية ظاهرة على الحاضرين للمجالس. رابعاً، التباعد بالمسافة بين المشاركين وعدم المصافحة، فضلاً عن حرمة المشاركة على من يحتمل بنفسه أنه مصاب بوباء كورونا. خامساً، ستتضمن المجالس وضع لوحات توعوية وإرشادات صحية للوقاية من الوباء. ستقام المجالس في المساجد والحسينيات التابعة لمكاتب السيد الأستاذ الصرخي الحسني دام ظله طيلة أيام شهرين محرم وصفر، وبمشاركة نخبة من الباحثين والقراء والرواديد والذاكرين من الشباب والأشبال. وستتضمن المجالس تلاوة القرآن الكريم وقصائد في المنهج الحسيني الرسالي، وإلقاء بحوث في مختلف مجالات المعرفة من سلاسل بحوث السيد الأستاذ، منها الأصولية والفقهية والعقائدية والتاريخية والأخلاقية والفلسفية. تعد هذه المجالس منطلقاً فكرياً وأخلاقياً في ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بين المذاهب والأديان، ارتقاءً بمستوى المجتمع عموماً والفرد خصوصاً، وإنقاذه من الفتن والانحرافات الفكرية والأخلاقية، والمحافظة على الشباب من مظاهر التطرف والإلحاد والفساد. يذكر أن المساجد والحسينيات التابعة لمكاتب المرجع الأستاذ كانت ولا زالت تؤدي رسالتها الروحية والفكرية والأخلاقية في إقامة صلوات الجماعة والجمعة والدروس والمجالس التربوية وقراءة الأدعية، مع مراعاة الالتزام بشروط الوقاية الصحية بعد انتشار وباء كورونا.